احكي لنا كده، فكره المجسمات جات لك منين الفكره؟ اشتغلتي عليها ازاي؟ انت درستيها ولا انت هاويه شغل بالايدين وحرف يدويه؟ قولي لي. والله هو في الحقيقه انا طول حياتي يعني بحلم ادخل كليه فنيه او يعني اخش في المجال ده هوايه يعني، بس ما حالفنيش الحظ ودخلت كليه حقوق وكده وتخرجت منها. حاولت اشتغل بيها لقيتني لا مش هو ده اللي انا بحبه، فتجوزت بقى وخلفت، وبعد ما خلفت وابني دخل الحضانه ابتديت تجيلي فكره ان انا اعمل له حاجات هاند ميد بايدي بالفوم وبالالوان وحاجات زي كده، فلقيت ان هو بيستقبل المعلومه بشكل ابسط وبيبقى مبسوط وهو بيتعلم، غير ان انا بديله ورقه وقلم واقول له اكتب الف وب والحاجات دي. فكل ما ابتدى يكبر ابتديت ان انا اطور الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. بعد كده لما كبر شويه بدات اعمل بقى الحاجات مجسمه، بقيت احس ان هو ما عندوش زي ملل. الصور اللي احنا عارضينها دي بالظبط، حاجات زي كده. دي بقى على المستوى الكبير شويه يعني برايمري 4 و5 والحاجات دي، كل ما بيكبر بعمله. وبعد كده لقيت الناس يعني عاجبها جدا الانشطه دي، ويعني ابدوا اعجابهم قوي، فابتديت بقى اخد الموضوع وقلت طب انا ليه ما اعملوش مشروع يعني او كده. فبدات ان انا اطور بقى، عملت صفحه وابتديت احط عليها مجسمات وانشطه وحاجات كده. الناس بتنبهر بصراحه بالحاجات الحمد لله. ف يعني انا بلاقي سعادتي في ان انبهار حد بالحاجه اللي انا بعملها، هي دي سعادتي يعني. الموضوع مش موضوع مثلا مادي او ان انا اعتمادي عليه كماديا كمشروع، لان هو مش مربح قوي ولا حاجه، بس انا ببقى مبسوطه بسعاده الطفل وبسعاده بتاثير اللي بتعمليه كمان. طيب وانت بتتكلمي دلوقتي وشرحتي صوره من الصور، قلتي لا دي بتاعت فئه عمريه اكبر شويه. هل انت دارسه مثلا تحديد الفئات العمريه، زي تخاطبي كل فئه عمريه بطبيعه المجسمات اللي تناسب هذه الفئه، ولا انت بتعملي شغلك مثلا وبتنزليه على منصه معينه من المنصات وعلى حسب بقى كل مختص، مثلا حد مسؤول عن مرحله تعليميه معينه بيتواصل معاكي عشان عايز حاجه خاصه بالمرحله الابتدائيه فهو اللي بيحددها وكده؟ لا، هو انا مثلا بلاقي حد بيكلمني من مرحله برايمري يعني ابتدائي او كده، عايز درس معين في ماده معينه، فانا بنفذ يعني بنفذ حسب الرغبه. زي ايه مثلا ضربنا مثال كده يعني، لو فئه عمريه صغيره مثلا الحروف الالوان الاشكال الهندسيه الحاجات دي بتتعمل لوحات او حاجات بسكوتش، بقى الطالب يقعد يعمل سكوتش ويشيل الحاجات دي، الحروف مثلا الانجليش بالمدلول بتاعها. فدوت بالنسبه للفئه العمريه الصغيره. تمام. لما بنكبر شويه بنخش مرحله بقى رابعه ابتدائي وخمسه وسته والحاجات دي، بيبقى فيه بقى مجسمات ساينس او مجسمات دراسات او الحاجات دي، بتبقى على مستوى اكبر شويه يعني، مثلا دوره حياه الميه مثلا او مصادر الميه او الحاجات دي، بتتعمل بشكل مجسم بتوصل المعلومه يعني. الطفل دلوقتي لو شاف المجسم قدامه الشمس والبحيرة والجبل والشلال، عمره ما هينسى مصادر المياه جاية منين طبعا. فهي بتكون بتيسر على الطالب وبتيسر على المدرس، وهو بيشرح المعلومة هو بيوري الطفل مثلا السحابة بتنزل مطر، فاحنا بيجيلنا المياه من خلاله، البحر كذا، الأبخرة، كل الحاجات دي بتوصل المعلومة بشكل لذيذ، الطفل ما بيكونش عنده ملل وهو بيستقبل المعلومة. بس فانا يعني بحس ان انا مبسوطه، او بحس ان انا مشاركه في توصيل المعلومه للطلاب، دي بتبقى حاجه بسطاني قوي.